بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة حلقة مش عادية، ولكنها حلقة استثنائية، حلقة النهائي، حلقة الحلم التاريخي، حلقة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا للقاء الإياب بين الأهلي كبير القارة الإفريقية ونادي الترجي التونسي، أبرز المنافسين مع النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة على لقب دوري الأبطال الإفريقي. لقب كبير جدا، هي أعظم وأهم البطولات في القارة الإفريقية على مستوى الأندية. الأهلي رغم فوزه ب 11 لقب قاري، ولكنه يسعى إلى تسطير لقب جديد وتاريخ جديد من إنجازات وبطولات تفتح خزائن البطولات داخل مقر النادي الأهلي من خلال وضع اللقب رقم 12 بإذن الله. المباراة صعبة، المباراة ليست احتفالية، المباراة صعبة جدا جدا جدا، ونتيجة لقاء الذهاب بتدي صعوبة أكتر لمباراة الإياب اللي هتنطلق بإذن الله الساعة 8 مساء على استاد القاهرة الدولي بصافرة للحكم الكونغولي جون جاك نادالا. بالتأكيد مباراة صعبة جدا، ولكن النهاردة من خلال برنامج الترند هنقرب قدر الإمكان من كافة الكواليس والتفاصيل والأخبار، سواء في استاد القاهرة الدولي مسرح المباراة أو حتى من مقر إقامة الفريق القريب جدا من استاد القاهرة الدولي. حلقة فيها كواليس عديدة، فيها تفاصيل مهمة، وكمان هنلقي الضوء على آخر الاستعدادات الخاصة من الاتحاد الإفريقي للترتيبات الخاصة بمراسم التتويج، أبرز الحضور، كبار الزوار، حضور رئيس الاتحاد الإفريقي، أعضاء اللجنة التنفيذية، هل جياني إنفانتينو السويسري رئيس الاتحاد الدولي سيكون حاضرا؟ كل التفاصيل دي هتسمعوها النهاردة من خلال برنامج الترند. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا ببشرة خير، والبداية بإذن الله تكون على بركة الله مع عناوين حلقة النهاردة. البداية في ترند الأهلي، أفريقيا يا أبطال، وكمان جماهير الأهلي تتوافد من كل أنحاء مصر على استاد القاهرة، وأخيرا كولر، دور الجماهير مهم في المباراة النهائية. نروح بسرعة لاستعراض مباريات اليوم وأهم حدث النهاردة وهو نهائي دوري أبطال إفريقيا لقاء الإياب. البداية هتكون في تمام الساعة 8 مساء، الأهلي وعلى استاد القاهرة الدولي يستضيف فريق الترجي التونسي بإذن الله في مباراة الساعة 8 بتوقيت القاهرة. لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي، نتمنى يا رب النهاردة الفوز بأي نتيجة، المهم فوز النادي الأهلي بالمباراة ومن ثم باللقب الإفريقي. نروح لمباراة اليوم في دوري أبطال أسيا، وأيضا اليوم الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، لقاء الإياب في الإمارات، العين الإماراتي يستضيف يوكوهاما مارينوس بطل اليابان. لقاء الذهاب انتهى في اليابان بفوز بطل اليابان 2-1، وإن شاء الله بإذن الله يوفق العين الإماراتي اليوم بالفوز عشان يتوج ببطولة دوري أبطال أسيا. نروح للدوري المصري، والنهاردة جولة جديدة من مباريات الدوري المصري في الجولة 25 الساعة 6، نادي الداخلية هيستضيف المقاولون العرب. نروح لكأس الاتحاد الإنجليزي، وزي ما بقول لحضراتكم النهاردة يوم النهائيات الساعة 5، وفي هذه اللحظات بدأ منذ قليل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين المان سيتي مع المان يونايتد، ديربي مانشستر اليوم بين مانشستر سيتي صاحب لقب البريمير ليج المنتشي بالفوز بالبريمير ليج لأربع سنوات متتالية. طيب دي كانت أبرز مباريات اليوم. كمان مهم جدا النهاردة نتكلم على إنجاز فريق كرة اليد، كرة اليد اللي قدرت في مباريات البيست أوف 3 بعد خوض العديد من المباريات الهامة والصعبة جدا في الفترة الأخيرة، ورغم خسارة الأهلي بفعل فاعل من التحكيم في المباراة الثانية، نجح المارد الأحمر فريق النادي الأهلي بالفوز باللقاء الثالث بالأمس بنتيجة كبيرة وعريضة، وان سايد جيم في الشوط الثاني، عشان يثبت النادي الأهلي أنه جدير بالفعل بالفوز ببطولة الدوري العام كما فاز من قبل بالسوبر الإفريقي على نادي الزمالك. بطولات عديدة على كافة المستويات، سواء على مستويات فريق الكورة أو حتى على مستويات النشاط الرياضي، وكل التوفيق أيضا لفريق كرة السلة اللي بيستعد لمباريات هامة جدا، وتحديدا يوم الأحد اللي جاي في بطولة البال اللي بتتلعب في العاصمة الرواندية كيجالي. كل التفاصيل وكل المعلومات أكيد هتتابعوها من خلال برنامج الترند، لأن النهاردة عندنا كواليس مهمة جدا، دخول الجماهير إن شاء الله في استاد القاهرة، موعد افتتاح فتح الاستاد النهاردة كان الساعة كام بالظبط، الجماهير عدد الكثافة الجماهيرية الموجودة النهاردة في استاد القاهرة قد إيه، كل التفاصيل دي بالتأكيد هنتكلم عليها. كمان هنتكلم على
فريق الترجي التونسي، ابرز لاعبيه، محمد امين بن حميده ممكن هيشغل مركز الظهير الايسر ولا لا، كل الكلام ده هنتكلم فيه. تشكيل النادي الاهلي، هل نفس العناصر اللي لعبت مباراه الذهاب؟ كل ده النهارده هنتكلم فيه، ولكن بعد الفصل. زي ما بقول لحضراتكم في بدايه الحلقه، الحضور الجماهيري هيكون كبير جدا في استاد القاهره الا الدولي. النهارده بتتكلم مش اقل من 60 70 الف مشجع هيملوا جنبات استاد القاهره في كافه مدرجات الاستاد، من اول الثالثه شمال للثالثه الميل للدرجه الثانيه العلويه والسفلى، حتى لما تروح للدرجه الاولى، كل مكان في الاستاد هيكون لجماهير النادي الاهلي. طبعا جماهير الترجي هيكون لهم مكان مخصص، وهو تحديدا الدرجه الاولى يمين على يمين المقصوره الرئيسيه والاماميه، ولكن بشكل عام الحضور الجماهيري النهارده هيكون حضور جماهيري طاغي لصالح جماهير النادي الاهلي. طبعا الاستاد بدا من حوالي الساعه 2 الظهر يفتح ابوابه لكل جماهير النادي الاهلي، والنهارده شفنا ترحال كبير جدا لجماهير النادي الاهلي من كل محافظات مصر، اللي جاي من اسكندريه واللي جاي من البحيره واللي جاي من الغربيه ومن المنصوره ومن الدقهليه، من كل حته من ربع محافظات مصر. النهارده الكل كان موجود عند استاد القاهره عشان يشجع ويساند ويؤازر. على فكره يا جماعه، ناس كتيره ممكن تتوقع مباراه النهارده ما يكونش الهدف منها ان يكون الاساس هو اللاعب في الملعب، او حتى الكلام على شغل الجهاز الفني. الجهاز الفني ليه دور، اللعيبه ليها دور، ولكن قبل كل ده الجمهور النهارده في 90 دقيقه عليه دور كبير جدا في المسانده والمؤازره، التشجيع، الصوت العالي، كل ده مهم جدا خلال ال 90 دقيقه. كل الفتره اللي احنا فيها دلوقتي دي على فكره بتبقى داخل بتستمتع باجواء الاستاد، زي ما انتم شايفين قدامنا اهو، حتى الجماهير وهي داخله من عند بوابه الرشدان وامام مداخل والبوابه الرئيسيه او حتى من المقصوره الرئيسيه، انت داخل بتستمتع، بتتحاول تتجول في كل مداخل الاستاد، لكن التشجيع بجد من اول دقيقه، من اول صفاره الحكم. وطبعا شايفين ان الناس كلها داخله ملتزمه بالتعليمات، الفان اي دي مع التذكره، وكل واحد داخل بعلم النادي الاهلي او بعلم مصر، وكل واحد داخل مع التذكره لابس على طول الفان اي دي معاه. الأطفال، الشباب، الرجال، سيدات، كل الناس داخلة، كل طوائف المجتمع النهاردة موجودة. الأهلي يعني شعب، شعب الأهلي، شعب الأهلي النهاردة موجود عشان يشجع النادي الأهلي، وفي جماهير موجودة معانا كمان من كل مكان النهاردة، كل داخل يساند النادي الأهلي ويشجع النادي الأهلي. طيب ده جانب متعلق بالجماهير، هنرجع تاني للاستاد وهنرجع ونشوف الاستاد بيستعد ازاي، ولكن محتاجين دلوقتي نقرب أكتر من فندق إقامة النادي الأهلي. اللحظات، المحاضرة، التحرك للاستاد، كل ده بالتأكيد هنعرفه من خلال زميلنا فاروق صلاح اللي متواجد حاليا في مقر إقامة فريق النادي الأهلي عشان نتعرف منه على آخر الترتيبات وآخر الاستعدادات. فاروق مساء الفل، طمني وطمن جمهور النادي الأهلي، انت عايش في قلب الحدث بشكل كبير، فعايزين نعرف منك اللحظات الأخيرة والساعات الأخيرة، الوجوه مبتسمة، لحظات القلق والتركيز، كل الأخبار دي بالتأكيد واللحظات الجميلة دي هنسمعها منك من خلال رصدك ومتابعتك لكل التفاصيل داخل فندق الإقامة. مساء الفل يا فاروق. برحب بك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا، مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. كلنا بنقول يا رب، يعني النهاردة هتاف جمهور النادي الأهلي، كل من ينتمي لمنظومة النادي الأهلي، أي فرد، وأعتقد مصر كلها النهاردة مع النادي الأهلي. النهاردة الجميع بيلتف حول النادي الأهلي ونسر النادي الأهلي. طبعا يا محمد احنا موجودين في مقر إقامة فريق النادي الأهلي، خليني أقول لك التركيز والتفاؤل، ولكن تفاؤل بحذر. أنت هتلاعب مباراة صعبة جدا أمام خصم قوي جدا، مباراة أنهينا شوطها الأول بتعادل سلبي، إذا أنت داخل مباراة 50-50، فرص متكافئة ما بين الأهلي وما بين الترجي. الأعداد أو الجلسات النفسية اللي بيعملها لعيب النادي الأهلي ودور أوضة اللبس ممثل في الكابتن محمد الشناوي اللي عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين، كريم نيدفيد اللي واحد من كباتن النادي الأهلي اللي طبعا خارج المباراة موجود النهاردة في مقر الإقامة مع الفريق، دوره كواحد من اللعيبة المهمين، الدوافع النفسية، اللعيبة كلها محمد تتكلم في إطار واحد، شايف وجوه اللاعبين، تركيز كبير جدا من كل اللاعبين النهارده، اللعيبه كلها عايزه تفرح الجمهور يا محمد، عارفين بيتابعوا توافد الجمهور من كل مكان،
عايز اقول لك مستر كولر يعني عقد اكتر من جلسه في الوقت اللي انا بكلمك فيه حاليا يا محمد، بيعقد المحاضره الفنيه اللي من خلالها طالما طبعا بيعلن تشكيل النادي الاهلي. وزي ما قلت لك يا محمد وبكررها مره، يعني قلناها مره واثنين وثلاثه، ما حدش بيبقى عارف تشكيل النادي الاهلي الا من خلال المحاضره الفنيه اخر تدريب، ما حدش بيبقى عارف مين ال 11 لاعب اللي هيبداوا. لكن مستر كولر طبعا اللي متعودين عليه دايما مع مستر مارسيل كولر خلال المحاضره اللي بيعقدها في الوقت الحالي هيعلن من خلالها التشكيل. لكن تقدر تقول يا محمد التشكيل او الامور دي كلها مش هتتغير، الامور متشابهه جدا ما بين الاهلي والترجي في هذه المواجهه. كلنا بنقول يا رب النهارده طبعا يا محمد، يعني الفريق انت عارف ان دخل معسكر لمده 48 ساعه في احد الفنادق القريبه من ملعب المباراه، ادى تدريب امس واول امس على استاد القاهره. مستر كولر بيركز على تفاصيل فنيه من النهارده، يعني اللي تقدر تقول التفاصيل الفنيه للطريقه اللي تقدر تلعب بيها قدام فريق الترجي اللي اكيد من ممكن طبعا يلعب دفاع منطقه ويلعب على المرتدات. مستر كولر عامل اكتر من سيناريو، خليني اقول لك انه عامل اكتر من سيناريو للمباراه الشناوي، بيقعد يتكلم مع اللاعبين بيقول للاعبين لو استقبلنا هدف هنتعامل ازاي في الملعب. السيناريوهات اللي بيحطها اللاعبين والدور اوضه اللبس، وايضا مستر كولر اعتقد يعني انت حاطط يعني عامل تفاصيل كتير جدا، وانت دايما عارف يا محمد ان هذه المباراه بتحسم على تفاصيل بسيطه. كلنا بنقول يا رب توفيق ربنا ان شاء الله يكون النهارده مع فريق النادي الاهلي. محمد طبعا انا موجود معاك، اي استفسار اي تساؤل اقربك ايضا كمان من معسكر نادي الترجي التونسي. طيب عايز اعرف منك بس استنى قبل ما اعرف منك، لا ارجع له اللقطه دي يا جماعه، يمكن معانا لقطة جميلة جدا يا فاروق وعايزك تعلق عليها. الأستاذ خالد الجوادي مترجم المستر كولر يمكن عمل مشهد ولقطة جميلة جدا وهو بيقرب كده من قاعة المحاضرات، توجه كده بالدعاء لربنا سبحانه وتعالى بكامل التوفيق النهاردة. أعتقد اللحظات دي بتبقى لحظات تاريخية، أي نعم بيشوبها القلق وممكن يكون بعض من التوتر، ولكن في نفس الوقت بتتمنى التوفيق من ربنا مهما اشتغلت ومهما اجتهدت. اكيد توفيق ربنا سبحانه وتعالى بيبقى مهم جدا في مثل هذه المواقف ومثل هذه اللحظات. يعني احنا شفنا الصوره دلوقتي، لو الكاميرا او زمايلنا في الاخراج يرجعوا لنا اللقطه دي تاني، اعتقد يا فاروق الصوره دي او المشهد ده بيوضح تفاصيل انت ممكن تكلمنا عنها، يعني احساس الجهاز الفني داخل المعسكر، احساس اللعيبه، يعني شايف المشهد ازاي عندك يا فاروق كمان؟ خليني اقول لك يا محمد، مشهد الدكتور خالد الجوادي ليس مشهد الدكتور خالد الجوادي فقط، ولكن عبد القادر، كل اللعيبه النهارده كلها بتقول يا رب. يعني عايز اقول لك اثناء صلاه الظهر اللعيبه اتجمعت وتصلي صلاه الظهر، ايضا صلاه العصر، عايز اقول لك التركيز كله عند كل اللعيبه النهارده كلها بتقول يا رب. يعني خليني اقول لك يا محمد باللغه بالكلام اللي جوانا، يا رب نفرح الناس دي كلها مبسوطه ونرجع الناس دي كلها ونفرح الناس وكل الناس ترجع مبسوطه. عايز اقول لك يا محمد ثقه كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي، ثقه ولكن في قلق، وقلق بحذر، اللي انت هتلاعب فرقه كبيره جدا زي فريق الترجي التونسي، لكن عندك ثقه وايمان بالله، عندك تركيز، عندك يعني الخبرات اللي عند لعيبه النادي الاهلي. الجيل ده من اللاعبين عاش وشاف كم كبير جدا من المباريات النهائيه من هذه التفاصيل. باكد مره ثانيه يا محمد على دور اوضه اللبس، كابتن محمد الشناوي بيتابع بكل شيء مع الكابتن خالد بيبو، تفاصيل مهمه جدا. عارف يا محمد يعني في حاجات بتتحكي دلوقتي، في حاجات بتتحكي بعد كده، ولكن يا محمد يعني بص وانت بتتكلم معايا دكتور خالد الجواد هو حتى هو معدي قال لك احنا عملنا كل حاجه الحمد لله، يعني توفيق ربنا دي اخر حاجه ان شاء الله باذن الله. بالظبط بالظبط يا محمد، مفيش فرد داخل منظومه النادي الاهلي ادخر مجهود، المجلس اداره النادي الاهلي. وخليني اقول لك في نقطه مهمه جدا يا محمد، النادي الاهلي النهارده بيتحمل عبء كبير جدا، عبء تحسين صوره التنظيم المصري وعبء تحسين الصوره اللي شفناها مؤخرا. النادي الاهلي هيتحمل هذا العبء، الاهلي عليه دور، الجمهور عليه دور، اللعيبه عليها دور، كل فرد داخل المنظومه النهارده عليه دور ان هو يظهر الشكل بالشكل او الحدث بالشكل اللي بيليق بالدوله المصريه، يليق بالنادي الاهلي. اعتقد محمد كل فرد داخل المنظومه بدءا من مجلس الاداره مرورا بالاداره التنفيذيه باللاعبين بالجمهور، بكل فرد داخل المنظومه ادى دوره. طيب يتبقى اخر سؤال يا فاروق سبحانه وتعالى، اللي يعني كلنا عندنا املنا في هذا الامر، تحرك الفريق الساعه كام بالظبط؟ اتفضل يا محمد. حاليا محمد الفريق يعني بيعقد المحاضره زي ما قلنا مستر مارسيل كولر، خلال يعني دقائق تنتهي المحاضره هتتجه الفريق في يعني بالفعل الى استاد القاهره الدولي مصحوبا بكل الدعوات ان شاء الله ان احنا نحقق الانتصار. طبعا يا محمد انا عايز قبل ما اختم معاك يعني احسم لك ان اللاعب محمد امين بن حميده لاعب فريق الترجي التونسي اللي كان خرج للاصابه في المباراه الاخيره، باكد لك انه ادى التدريب الاول امس وامس، وباكد لك جاهزيته. تشكيل نادي الترجي التونسي مش هيتغير تماما عن ال11 اللي بدا بيه مباراه حماد العقربي. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي باذن الله.
شكرا ليك زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي المتواجد فريق النادي الاهلي، ويمكن شفنا لقطات وكواليس حصريه على شاشه قناه الاهلي، قربنا شويه من المشهد، قربنا شويه من الصوره، شفنا اللحظات اللي اللعيبه بتتمنى فيها التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وخالص الدعوات بالتاكيد للجهاز الفني واللاعبين بالتوفيق النهارده. عايز اكد لكم على تاكيدا لكلام فاروق، محمد امين بن حميده الباك والظهير في فريق الترجي التونسي هيكون موجود في مباراه النهارده، لكن عايز اكد لكم هو بيلعب بعد ما خد مسكنات عديده جدا، لان مشاركته النهارده بشكل طبي بغض النظر عن المسكنات كانت هتبقى صعبه جدا، عنده اصابه قويه جدا في مشط القدم، ويمكن ده خبر اعتقد هيبقى مهم جدا للجماهير سواء في تونس او في مصر، لاعب مهم جدا في خط الدفاع، لاعب محوري بيعتمد عليه ميجل كاردوزو، ولكن انا عايز اكد لحضراتكم هيلعب النهارده من خلال مسكنات، لان العناصر الاساسيه ما عندهاش بدائل الا في حدود معينه، فاعتقد النهارده باذن الله لو الاهلي عنده دقه قويه زي ما احنا شايفين في السنوات الاخيره او في المباريات الاخيره يقدر النهارده ان شاء الله كولر يحسم المباراه، وباذن الله الاهلي النهارده يكون موفق في الفوز في هذا اللقاء. نخرج الى فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومحتاجين دلوقتي نصير بسرعه على استاد القاهره الدولي، عشان قبل ساعتين ونصف من الآن نطمئن على آخر الترتيبات والاستعدادات في محيط استاد القاهرة عن دخول جماهير النادي الأهلي، جماهير الترجي التونسي، الساعة الرسمية لجماهير الترجي 5% اللي حددها الاتحاد الإفريقي، هل في أعداد ممكن تكون زائدة خلال الدقائق أو الساعات اللي جاية؟ كل ده بالتأكيد هنعرفه من خلال زميلنا محمد توفيق المتواجد حاليا في محيط استاد القاهرة عشان نطمئن منه على آخر الترتيبات في استاد القاهرة. مساء الفل يا توفيق. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك والجمهور الاهلي العظيم في كل مكان. طبعا محتاجين نطمئن من خلالك على اخر الترتيبات عندك، الاجواء الجماهير داخله بتستعد ازاي؟ هل في حاله تفاؤل برضو ولا الناس عندها ترقب للمباراه؟ ولو عندك تفاصيل بشان دخول جماهير الترجي ايضا والمكان المخصص ليهم في جنبات استاد القاهره. بالفعل يا محمد زي ما بنقول دايما مستر مارسيل كولر كمان قال في اخر مباراه الدوري جمهور الاهلي هو اللاعب رقم واحد، اللاعب رقم واحد وصل لاستاد القاهره بالفعل ومستعد للمباراه في انتظار بقيه اللاعبين باذن الله رب العالمين وحلم البطوله ال 12 زي ما انت قلت يا محمد، يكون الجمهور كله حاله تفاؤل، كلهم جايين النهارده باذن الله رب العالمين يحتفلوا بفريق النادي الاهلي ووصوله باذن الله للقب ال 12 لدوري ابطال افريقيا. يمكن جمهور النادي الاهلي بالالاف هنا يا محمد خلاص يعني دقائق قليله والساعه المحدده لجمهور النادي الاهلي هتمتلئ عن اخرها، جمهور النادي الاهلي من بدري جدا يمكن من الساعه 2 الظهر والجمهور بدا دخول الملعب. على الجانب الاخر كمان روح رياضيه اكثر من رائعه، جمهور الترجي التونسي بالفعل دخل المدرجات المخصصه ليه في الجزء العلوي يا محمد اللي هو درجه اولى يمين، بس الجزء العلوي منها مخصص لجماهير الترجي التونسي. كان حاله بقى جميله جدا يا محمد بتشوفها هنا في شوارع القاهره خاصه في محيط استاد القاهره لجمهور الترجي مع جمهور النادي الاهلي بدون اي فصل بدون اي تامين، روح رياضيه اكثر من رائعه تدل ان احنا في بلد كبيره جمهوريه مصر العربيه، وكمان تدل على عظم جمهور النادي الاهلي اللي بيستقبل اشقاء مش بس من تونس ولكن من كل الدول. انت شايف جمهور النادي الاهلي واستعداده للمباراه، كمان بنشيد بدور وزاره الداخليه شركات الوطنيه سواء شركه تذكرتي او الشركه الافريقيه الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي، مجهود اكثر من رائع في جمهور النادي الاهلي، احسن صوره محمد من اثار القاهره، ويا رب كل الجماهير دي تفرح واحنا نفرح معاهم بالبطوله ان شاء الله باذن الله. زي ما انتم شايفين طبعا الحماس والتشجيع والمشهد الجميل اللي احنا شايفينه، وطبعا الجمهور باذن الله يكون عنده حماس كده كبير داخل استاد القاهره. بس لفت انتباهي من الحاجات اللي عرضها توفيق، وانا بشكر توفيق بالتاكيد على الاطلاله السريعه من محيط استاد القاهره، شفنا يمكن مشهد دخول جماهير الترجي بالقرب من مشهد دخول جماهير النادي الاهلي، حاجه تقدر تقول عليها فعلا ما بتحصلش الا في مصر، بلد الامن والامان، كل الامور المتاحه للضيف وجماهير الفريق الضيف موجوده، وكل المسؤولين بيوفروا كل السبل اللي فيها راحه للفريق الضيف او حتى جماهير فريق الضيف. شفنا الحضور الجماهيري عامل ازاي، جماهير الترجي التونسي كان الساعات الاخيره والايام الاخيره في رحلات كتيره جدا جت من عديد من الدول، من تركيا من فرنسا من دبي من الرياض، جماهير عديده جدا حتى رحلات جت من تونس لجماهير الترجي التونسي، ولكن عموما في ساعة رسمية هنشوف ازاي هيتم الاتفاق على هذا الشكل في الساعات الأخيرة مع منح جماهير الترجي التذاكر في هذه اللحظات أمام إحدى البوابات في استاد القاهرة القريبة من قاعة المؤتمرات. نخرج إلى فاصل ثم نواصل. عايز أقول لحضراتكم يمكن في الساعات الأخيرة طبعا الاستعدادات متواصلة لفريق النادي الأهلي، الكابتن محمود الخطيب كان حريص امبارح يكون متواجد في استاد القاهرة لأكثر من 3-4 ساعات،
بيطمن على الإجراءات الأمنية، بيتكلم على نزول كبار الزوار والضيوف لمراسم التتويج في أرضية الملعب، الترتيبات الخاصة بالاستاد لاستقبال الضيوف، كمان اطمن على الفريق واجتمع مع مارسيل كولر ومع الكابتن خالد بيبو. امبارح كانت في اجتماعات مكثفة داخل استاد القاهرة للاطمئنان على كافة التفاصيل. وعايز كمان أقول لكم على خبر مهم جدا متعلق برئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو السويسري رئيس الاتحاد الدولي فيفا، النهارده بنسبة كبيرة جدا هيكون متواجد في نهائي دوري أبطال آسيا ما بين العين الإماراتي مع يوكوهاما الياباني. صعوبة في حضوره لمباراة النهاردة ما بين الأهلي والترجي، لأن المباراتين بيتلعبوا فيهم واحد، نهائي دوري أبطال آسيا مع نهائي دوري أبطال إفريقيا. ولكن إن شاء الله بإذن الله بوجود جماهير النادي الأهلي بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، المكسب النهاردة هيكون حليف النادي الأهلي. فاصل ثم نواصل. خلاص بنقترب من توقيت المباراة، احنا دلوقتي بالظبط باقي ساعتين الا خمس دقائق على انطلاق مباراة الاهلي والترجي. كل التوفيق يا رب والمساندة والدعم لفريق النادي الاهلي في مباراة اليوم لتحقيق لقب افريقي جديد يسعد به جماهيره في كل مكان، ولقب يضاف الى الكرة المصرية في السنوات الاخيرة. وقت الحلقة جري بسرعة، اللحظات الاخيرة دي بيبقى فيها توتر وبالتأكيد ترقب كمان لهذا اللقاء الهام، لكن باذن الله عندنا ثقة كبيرة جدا في لاعبي النادي الاهلي النهارده يقدروا يسعدوا جماهير النادي الاهلي. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبعد قليل الاستوديو التحليلي مع الكابتن ايمن شوقي وضيوف الكبار وتحليل خاص لمباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري الابطال. شكرا والى اللقاء.